أول شيء خليني أرحب فيك وأرحب بالزملاء اللي موجودين عندك. أنا ما أعرف صراحة مين اللي موجود عندك، ولكن أرحب الدكتور فيهم كلهم. جاسم الحربي وبندر نعم رشود فيصل أبو اثنين وعبد العزيز نعم السويد. والله نعم، والله نعم فيكم كلكم، مالك نعم فيكم كلكم. الحقيقة خليني أقول أول شيء إنه ترى ما هو نهاية المطاف يا جماعة الخير. هذا منتخب شاب، هذا منتخب جديد، هذا منتخب عناصر ما لعبت كثير من اللعيبة، ما لعبوا لا في التصفيات ولا حتى في كأس العالم. يعني من الصعب أنك أنت تكسى عليهم، من الصعب أنك أنت تطالب أنك أنت تقول هذا منتخب لازم يجيب بطولة أو لازم ينافس أو لازم حتى كمان يوصل للنهاية. عنده الإمكانية، عنده الإمكانية، بس الإمكانية كمان لابد أن نحن نعرف الإمكانيات متساوية مع بعض المنتخبات. اليوم الهزيمة عادية وعادية جدا. ترى المنتخب السعودي في بداية المباراة كان مسيطر فترة كاملة، ولو جاءت فرصة فهد المولد كان تغيرت الأمور، لأنه المنتخب القطري كان لاعب بمدافع زيادة وكان يعتمد على الهجمات المرتدة. في هناك أخطاء في الدفاع، في هناك أخطاء في الدفاع وهذا شيء وارد. في هناك أخطاء في المنظومة الدفاعية، هناك في أخطاء في المنظومة الدفاعية بالمنتخب السعودي، ولكن هذه كلها إن شاء الله حتتحسن مع الخبرة. يعني هذه المباريات تكسب الشباب هذولا خبرة المشاركات، خبرة اللعب، وخبرة التصرف في الملعب. يعني هل لو عدت الهدف الثاني 20 مرة 100 مرة، لو عدته 100 مرة، هل حيحصل نفس اللي حصل اليوم؟ لا يمكن أنه يحصل. والكابتن فيصل لعب، وأيضا الدكتور جاسم لعب. يعني هناك حتى الدكتور جاسم هو محاضر آسف، ولو عندي كل تقدير وحب واحترام كل حاجة، وعندنا في 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 عالم كرة القدم في مادة اسمها الاتصال. الاتصال هذا كيف يكون الاتصال أنت ما بينك وما بين المدرب، ما بين زملائك، ما بين الإعلام، وما بين الجماهير، وما بين الجهاز الفني والإداري وإلى آخره. اللي حصل اليوم ما كان في اتصال ما بين الاثنين المدافعين، وهذه سبب الغلطة. هذه حاجة. الحاجة الثانية، الهدف الثاني، قبل الهدف الثاني في كورنر على القائمة الأول والحكم لغى الهدف بسبب أنه يكون في فاول أو مو في فاول. إلغاء صحيح، إلغاء ما هو صحيح، أنا ما لي شغل، ما دخل في التحكيم، لكن واضح تماما أنه المنتخب القطري بيلعب في القائمة الأول، صح ولا لا؟ صحيح. طيب إذا كان هدف دخل في القائمة الأول والغاء الحكم، وكان واضح من المنتخب القطري مركز على القائمة الأول، طب ما في أحد ينبه أنه المنتخب القطري في الهدف الثاني أنه يا جماعة الخير المنتخب القطري يلعب على القائمة الأول؟ مسؤولية من؟ مسؤولية مدرب. هذا توجيه مدرب، لابد أن يكون توجيه مدرب يعطي توجيهاته ما بين الشوطين. من المفروض أن يكون في هناك متابعة، وهذا أكيد، يعني أكيد أنه هناك في متابعة، لكن يمكن راحت على المدرب، راحت على الإداري، راحت على بعض اللاعبين. هذا يحصل في عالم كرة القدم، بس نحن نقول الأخطاء هذه إن شاء الله ما تتكرر.